يعني ناقب وطني الفريق الاول، واظن بانه كتجي في شهر سبتمبر، يعني بجوج مرقاش كيجيو في شهر سبتمبر، وهذا من يعني من المسائل اللي اظن بانه كتعطيني مؤشرات قويه لانه الحمد لله ما كاينش يعني غيكون مشكل كبير جدا، خصوصا وانه دائما كنتحلى انا في اخذ القرارات او يعني بالتشاور وكذلك بالاستماع للمسؤولين، وفي نفس الوقت تيظهر ليا بانه غادي ناخذ شيء ما من الوقت، واظن بانه كتبقى المسؤولين سواء الجامعه الملكيه لكره القدم او مسؤولية الملكي باش نلقاو واحد الصيغه اللي غتكون يعني غتوفق الجميع ان شاء الله، وخصوصا بانه كنعرفوا بانه الاوج ديال كره القدم المغربيه يعني كانت يعني لما كان ناخب الوطني كيكون كيشرف فريق الجيش الملكي، والامثله كثيره جدا، السيد فاريا، كليزو، باريناغا، انجلينو، فتظهر لي بانه هذا اظن بانه ما غاديش يكون شي كيشكل واحد المشكل، خصوصا لو كانت هناك يعني برامج غتكون محكمه ومخططات اللي غتكون يعني غتوفق ما بين الجميع، وكذلك على حساب كذلك المعطيات اللي ان شاء الله بغينا نرجعوا شيء اما الماضي، لانه الماضي كانت فيه يعني بعض المسائل اللي كانت جيده وكانت ممتازه جدا، بان النواه الاساسيه ان شاء الله غتكون من الفروق الكبيره والعريقه في المغرب كالجيش الوداد والرجاء ان شاء الله. وحول المواجهه القويه التي تنتظر المنتخب الوطني المغربي امام منتخب الموزمبيق، رشيد التوصي يعول كثيرا على دعم الجماهير. المباراه اللي غتجرى ضد الموزمبيق مباراه يعني قويه جدا، مباراه وحده اللي غتقدر تضمن لك تاهيل لكاس افريقيا، واظن بانه كما الدعاء يقال اللهم سخر لنا جنود في السماء وجنود في الارض، فاظن بانه ان شاء الله اللهم دعوات كل المغاربه ان شاء الله، كل المغاربة أقول كل المغاربة إن شاء الله يكونوا معنا إن شاء الله باش نسجلوا المباراة، لأنه ما يكونش هناك يعني كما يقال عصا سحرية أكثر من هذا، غتكون يعني أمور نفسية محضة إن شاء الله اللي غنعتمد عليها من أجل تحفيز اللاعبين، من أجل خلق هذاك الفريق المتجانس، الفريق القوي، الفريق المتناغم، والفريق الذي يكون ملتحم بينه من أجل راية الوطن، من أجل القميص الوطني إن شاء الله، لأنه مهمة صعبة فعلا ولكن غير مستحيلة، خصوصا لو التفت كل لو التفوا كل المغاربة حول ان شاء الله باش نجتازوا هذه المهمة بنجاح، واظن بانه ممكن ان شاء الله نسجلوا يعني هدفين باش ممكن نتعادلوا معهم، وانا ذاك والحديث باقي ان شاء الله. رشيد الطوسي تحدث كذلك حول اللاعب المحلي الذي له مكانته في صفوف المنتخب شريطة تبليل القميص الوطني بكل جدية وتفاني. ونحن كمؤطرين دائما كتقني دائما كنا ننادي باش نعطيو القيمه للاعب المحلي، الحمد لله برنا فيها في عده فروق، وكما قبل سبق عن ذكرتهم فريق المغرب الفاسي اللي كانوا كيمشيو فيه 5 ديال اللاعبين، وهذا بالنسبه لي كان شرف ليا ولمدينه فاس، والحمد لله اظن بانه هذا الحلم كيراود كل اللاعبين المغاربه ماشي غير المحليين، لان اي لاعب مغربي سواء كان في المغرب او خارج المغرب كتراودوا فكره باش يحمل الفريق الوطني، ولكن خص اللي غادي يكون كما يقال قاد على حمل القميص الوطني، وخصو يتفانى فيه، يعني ما يكونش كيديروا غير واحد 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 المطيه باش يوصل لاهداف اخرى، لانه القميص الوطني قميص غالي، وكذلك غيكون تحفيز كبير وكبير جدا للاعبين المغاربه، وهما تيعرفوا العلاقه ديالي معاهم هنا في المغرب، وحتى بالنسبه للاعبين اللي على برا بانه غنحاول نسعى باش نخلقوا ديك الديناميكيه كما يقال لا ديناميك دي جروب اللي غتكون ان شاء الله بوزيتيف، اللي غتكون ايجابيه من اجل الفريق الوطني ان شاء الله. يعني سالم محمودي اكيد بانه حنا ديما كنقولوا بانه مرحبا بالاطار الاجنبي.